تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة الفقيه المنباري رحمه الله تعالى، قال: وهو أي النجس شرعا مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. فذكر تعريف النجس ثم بين النجاسات فعدها عدا، فقال: فهو كروث وبول. إذن يمكن أن تكتب بخط صغير هذه النجاسة الأولى والثانية، الروث والبول، حتى نستطيع أن نعدها. قال: فهو كروث وبول مطلقا، فجميع الأبوال والأرواث نجسة عند الشافعية. قال: ولو كان من طائر وسمك، حتى روث السمك يعتبر نجسا، لكن ذكرنا في الدرس الماضي أنه يعفى عما في جوف السمك الصغار التي تبتلع برمتها، واضح؟ فهذه يعفى عما في جوفها. قال: وسمك وجراد وما لا نفس له سائلة. طبعا السمك يعفى عما في جوفها كما ذكرت لك، وكذلك لو قليت بالزيت مثلا، إذا كانت سمك صغار وقليت بالزيت فإنها لا تنجس الزيت. نعم. قال: وجراد وما لا نفس له سائلة أو من مأكول، أي ولو كان الروث أو البول من مأكول فإنه نجس على الأصح. وقوله عن الأصح إشارة إلى وجود الخلاف داخل المذهب. قال: الإصطخري من فقهاء الشافعية، والروياني أيضا من فقهاء الشافعية. قال الإصطخري والروياني من أئمتنا كمالك وأحمد إنهما، أي الروث والبول، طاهران من المأكول، أي من مأكول اللحم. بعد ذلك، بعد أن قرر لك أن البول والروث نجسان، بعد أن قرر هذا سيذكر خمس مسائل تتعلق بنجاسة الروث، سيذكر خمس مسائل نعدها واحدة واحدة. مسألة الأولى، قال: ولو راثت أو قاءت بهيمة، ولو راثت أو قاءت الروث يكون من السبيلين، من الدبر، والقي يكون من الفم. قال: ولو راثت أو قاءت بهيمة حبا فإن كان صلبا بحيث لو زرع نبت فمتنجس، يغسل ويؤكل، واضح؟ وإلا، أي إن فقد صلابته، وإلا فنجس، فهمنا؟ وإلا فنجس. طيب، هنا يقول: ولو راثت أو قاءت بهيمة. طيب، ولو كان آدميا وأكل حبا ثم قاءه فخرج صلبا، أو خرج من دبره صلبا، واضح؟ ما رأيكم؟ هل له نفس الحكم أو لا؟ أو أن هذا الحكم خاص بالبهيمة فقط؟ ها؟ قال: ولو راثت أو قاءت بهيمة. شيخ زين الدين، نفس الحكم. إذن قوله بهيمة هنا هذا ليس قيدا، وإنما
من باب الغالب، واضح؟ وإلا ليس غنى. الآدمي كذلك، الآدمي كالبهيمة في هذا. ثم قال: ولم يبينوا حكم غير الحب، ولم يبينوا حكم غير الحب. قال شيخنا: والذي يظهر أنه إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيرا فنجس. وإلا، ما معنى وإلا؟ أي وإن لم يتغير عن حاله قبل البلع فمتنجس، يغسل ويؤكل. ومن هنا أخذنا حكم اللواك الذي مر معنا بيانه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: وفي المجموع، المجموع للإمام النووي شرح المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، قال: وفي المجموع عن الشيخ نصر، شيخ نصر المقدسي أبو الفتح أحد الفقهاء الزهاد، قال: وفي المجموع عن الشيخ نصر العفو عن بول بقر الدياسة على الحب. ما معنى بقر الدياسة؟ ما معنى الدياسة؟ الدياسة عملية تكون بعد الحصاد، بعد أن نحصد الحب نضع الحب في مكان هكذا، ثم تأتي الحيوانات كالأبقار تدوسه، تدوسه من أجل أن تخرج الحب من السنابل، واضح؟ في اللغة العربية يسمى دياسة ويسمى درسة. تقول: درست الحيوانات مثلا السنابل، درست، واضح؟ يسمى درس، أو الفعل هذا درس أو دوس، أو تمام. فهنا يقول تسمى هذه البقر بقر الدياسة. البقر عندما تدوس هذه السنابل ربما تبول، واضح؟ طيب، البول هذا نجس، وقد يتلوث الحب أو الحبوب بهذا البول، وقد تتروث، الروث نجس، قد يتلوث هذا الحبوب بهذا الروث. طيب كيف الآن؟ هذا ينجس الحبوب، واضح؟ فقال هنا، قال الشيخ نصر أنه يعفى عن بول بقر الدياسة على الحب. هذا يعفى عنه. لماذا يعفى عنه؟ للمشقة. لو قلت سنغسل الحب هذا يفسده، لا يمكن غسله. غسل الحب من البول أو من الروث يفسده، يسرع الفساد إليه، ويمكن أن الحب يدخر سنة سنتين ثلاث سنوات، واضح أو لا؟ إذن قال لك الشيخ نصر: هذا أي بول الدياسة يعفى عنه. هذا بناء على المذهب الشافعي طبعا، أن البول والروث نجس حتى من مأكول اللحم. لو أخذت تقلد الإمام مالك أو الإمام أحمد فقلت إن البول والروث من مأكول اللحم طاهر، المسألة واسعة، واضح أو لا؟ الشافعية قالوا نجس، لكن في هذه الصورة للمشقة قالوا يعفى عنه. فهمنا الصورة؟ نعم. هذا طبعا كان قديما يصنعون ذلك بالحيوانات، حتى في بلادنا كان موجودا. الآن يوجد الآلة التي طلبت اسمها، ما اسم الآلة؟ في الواتساب قلت لك ما اسم الآلة التي في المزرعة هذه؟ دروس، ها؟ اسمها كلينان، ها؟ هكذا، نعم، أيوة. الآن عندهم آلة هكذا، نعم. قال هنا، قال: وعن الجويني، عن الجويني والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف، قال: وعن الجويني تجديد النكير على البحث عنه وتطهيره، أي اشتد أو أنكر بشدة على من يبحث هل هذا الحب طاهر أو نجس، أو أن البقرة بالت عند الدياسة أو راثت، أو يقول لا تسأل، واضح؟ اشتد إنكاره على من يبحث عن ذلك، واضح؟ لماذا اشتد إنكاره؟ لأن هذه الأمور لو فتحنا فيها باب السؤال نوقع الناس في الحرج، واضح؟ قال: وعن الجويني تجديد النكير عن البحث عنه وتطهيره، تطهيره بالجر، عندكم بالرفع تطهيره، ها؟ لا، بالجر، عطف على البحث، على البحث عنه، وتجديد النكير على تطهيره، أي على تطهير
habbi bauli al-baqar, baul baqar diyasa bima dhukir. Nah, qala hadhi masalah al-kamil an al-thaniya. Idha al-masalah al-ula masalah walau rafat aw qa'at. Masalah al-thaniya qala wa fil majmu'. Masalah al-thalitha qala وبحث الفزاري. الفزاري أيضا من فقهاء الشافعية الكبار، هو شيخ الإمام النووي لكنه مات بعد الإمام النووي لأن الإمام النووي لم يعمر، واضح؟ قال وبحث الفزاري العفو عن بعر، البعر يعني الروث، البعر بمعنى الروث. قال وبحث الفزاري العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به. الفأر أحيانا في البيت ربما يقع شيء من روثه في ماء، يقع شيء من روثه في زيت، يقع شيء من روثه هكذا. فقال إذا كان هذا الفأر مما عمت به البلوى، يعني أحيانا يكون الفئران منتشرة عمت بها البلوى، فقال إن هذا يعفى عنه. واضح؟ الآن هو يتكلم على روث، روث الفأر، بعر الفأر، واضح؟ هذه المسألة الثالثة. مسألة الرابعة قال وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس. بعض الشجر، وهذا لاحظته، تجد فيها شيء أبيض، واضح؟ تجد فيها شيء أبيض، حتى في الأشجار الموجودة هنا في أشجار المانجا تجد فيها شيء أبيض. هذا الشيء الأبيض يقول هو، يقول المؤلف أنا لا أدري بحقيقة هل هذا فعلا كما يقول أم شيء آخر. يقول المؤلف إن هذا الشيء الأبيض الموجود على أوراق الأشجار عبارة عن روث بعض الديدان، روث بعض الديدان. هو يقول انظر وأما ما يوجد على ورق بعض الشجر كالرغوة فنجس. هو مثل الرغوة، إذا تلمسه هكذا يعني ينخفض، ليس صلبا، تمام؟ قال فنجس لأنه يخرج من باطن بعض الديدان كما شوهد ذلك. واضح؟ هذه المسألة الرابعة. قال وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه بل هو نبات في البحر. تعرفون العنبر أو لا؟ ها؟ ما تعرفون العنبر؟ ها؟ تعرفون العنبر أو لا؟ نوع من الطين، من أغلى أنواع الطين. الجرام الواحد، الجرام الواحد $20 غالي جدا. هذا العنبر نوع من الطين ويدخل في الصناعات الطبية، تصنع منه عدد من الأدوية، وهو غالي جدا، ويوجد خاصة في المحيط الهندي. هذا العنبر اختلف الفقهاء في توصيفه، ما هو العنبر؟ ففقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى المعتمد عندهم أن هذا العنبر عبارة عن نبات. العنبر، قالوا العنبر هذا عبارة عن نبات بحري، نبات من البحر، واضح؟ نبات من البحر. هذا النبات الذي يكون في البحر قد يأكله الحوت وقد يصل إلينا كما هو نبات، ثم إذا أكله الحوت فإما أن يتغير في باطن الحوت، واضح، ويستحيل إلى مادة أخرى، وإما أن لا يتغير بحيث يعني لا يتغير تغيرا كثيرا، واضح؟ هذا رأي الشافعية أن العنبر نبات بحري، وسنفصل فيه الكلام. في رأي آخر، في رأي آخر لبعض الفقهاء يقول العنبر، يقول هذا قيء الحوت، قيء الحوت، الحوت الضخم هذا الكبير الذي في البحر يتقيأ، يخرج ما في بطنه، يتقيأ شيئا هكذا يكون وزنه ما بين 4 جرامات إلى 8 جرامات، تمام، يطفو على سطح البحر حتى يصل إلى الساحل فيأخذه الإنسان. في بداية الأمر يكون لونه أسود وريحه منتن، هذا العنبر، ثم إذا
تعرض للشمس وتعرض لماء البحر يتغير لونه من السواد إلى اللون البرتقالي، مثل لون الكرسي هذا، واضح؟ مثل لون الكرسي، ليس أصفر وإنما أورنج، واضح؟ وتصير له رائحة طيبة. إذن هو في الأصل يقول ماذا؟ قيء الحوت. بعضهم يقول العنبر هذا روث الحوت، روث الحوت، واضح؟ إذن هنا الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في توصيفه، هل هو نبات بحري أو هو قيء الحوت، أو يعني يخرج من فمه، أو هو روث الحوت. طبعا هو مادة شمعية، العنبر مادة شمعية صلبة القوام ذات رائحة طيبة، تستعمل في صناعة الطيب، تستعمل أيضا في الصناعة الطبية. هذا وصفه. لونه كما قلت لك بعد أن يصير خالصا مثل الأورنج، يعني برتقالي، تمام؟ طيب الشافعية قالوا لك هذا نبات بحري. نمشي على كلام الشافعية، إذا كان نباتا بحريا، تمام، ووصل إلينا كنبات فهو طاهر، لا إشكال، صح؟ إذا كان عبارة عن أعشاب أو نباتات تنبت في البحر وصلت إلى الإنسان دون أن تتصل بالحوت أو يبلعها الحوت أو شيء، فهذا طاهر لا إشكال فيه. لكن إذا ابتلعه الحوت فإما أنه يستحيل في بطن الحوت، يعني هم يقولون أن الحوت يبتلع هذه النباتات ثم يخرجها مرة أخرى، فإما أن يستحيل، ما معنى يستحيل؟ يعني يتغير في بطن الحوت، فإذا استحال في بطن الحوت فهو نجس، وإن لم يستحيل، إن لم يستحل في بطنه فهذا سيكون ماذا؟ متنجس، سيكون متنجس، يعني يغسل، ينظف، يغسل ثم يستعمل. إذن الشافعية قالوا إذا كان هذا النبات يصل إلينا مباشرة فهذا طاهر، لكن قالوا إذا كان يبتلعه الحوت يتغير في بطنه فهذا نجس، واضح؟ وأما إذا كان في بطنه لا يستحيل فهذا متنجس. هذا تقرير فقهاء الشافعية. لكن الذي يقوله المختصون، الذي يقوله الخبراء، الذي يؤكد عليه الصيادون، وسألتهم بنفسي، قالوا إن هذا العنبر قيء الحوت ليس نبات، الحوت يخرج هذا من معدته، هذا قيء الحوت، واضح؟ بناء على هذا الرأي سيحكم فقهاء الشافعية عليه بالنجاسة، لأن القيء عندهم نجس، واضح؟ سيحكم بناء على أنه قيء، سيحكمون عليه بالنجاسة، واضح؟ إذن هذا رأي من؟ هذا رأي المختصين، أنه هذا الذي أكد عليه المختصون وأكد عليه الخبراء أنه قيء الحوت. إذا قلنا بارك الله فيكم أنه روث الحوت، وهو الذي رده المصنفنا، قال وليس روثا كما زعمه بعضهم، يرد هذا القول، واضح؟ لكن هنالك من قال إنه يخرج كروث من الحوت، فعلى القول بأنه روث الحوت ماذا سيقول الشافعية؟ سيقول الشافعية إنه نجس. لماذا نجس؟ لأن جميع الأرواث عند الشافعية نجسة، حتى ولو كان الحيوان مأكولا فعندهم أن هذا نجس. لكن بناء على مذهب مالك ومذهب أحمد أن الروث من مأكول اللحم طاهر، سيكون ماذا؟ سيكون هذا طاهرا. فهمنا ولا؟ هذا تقرير مسألة العنبر. انظر ماذا قال. قال وليس العنبر روثا خلافا لمن زعمه، بل هو نبات في البحر، تمام. ثم ذكر لك النجاسة الثالثة، يعني بعد أن تكلم على النجاسة الأولى والثانية التي هي البول والروث، ذكر النجاسة الثالثة. ما هي النجاسة الثالثة؟ قال ومذي. ما هو المذي؟
قال مذي بمعجمة، معجمة يعني دال منقوطة فيها نقطة، قال بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه. في حديث المقداد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. الأمر بالغسل في رواية اغسل ذكرك، واضح؟ الأمر بالغسل يدل على نجاسته. بل نقل الإمام النووي في المجموع الإجماع على أن المذي والودي نجسان، واضح؟ قال هنا للأمر بغسل الذكر منه، طبعا مذي بسكون الذال، ويصح يجوز أن تقول مذي، واضح؟ بتجديد الياء وتخفيف الياء وكسر الذال يصح، لكن الأفصح هذا مذي، تمام؟ قال للأمر بغسل الذكر منه: وهو ماء أبيض أو أصفر رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية. ثم قال وودي، قال وودي بمهملة. ما معنى بمهملة؟ يعني بدون نقطة، إذا كانت ذات نقطة تسمى معجمة، إذا كانت بدون نقطة تسمى ماذا؟ مهملة. قال بمهملة وهو ماء أبيض كدر اللون. لماذا كدر اللون؟ ما معنى كدر اللون؟ يعني ليس صافيا، ليس صافيا. قال كدر اللون يخرج غالبا عقب البول، بعد البول، أو عند حمل شيء ثقيل، هذا يسمى ودي. إذن المذي نجس، الودي أيضا نجس، هذه النجاسة الثالثة والرابعة، المذي الثالثة، الودي الرابعة. النجاسة الخامسة ما هي؟ قال ودم، الدم نجس. للآية الكريمة قل لا أجد، يقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، واضح أو لا؟ فدلت الآية على نجاسة الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الأمر بغسل الدم يدل على نجاسته. قال هنا ودم حتى ما بقي على نحو عظم أو لحم، الذي يبقى على العظم، الدم الذي يبقى على العظم أو الدم الذي يبقى على اللحم أيضا نجس، لكنه يعفى عنه، واضح؟ نجس لكنه يعفى عنه. فإذا وضعت اللحم، انتبه معي، هذه مسألة فيها تفصيل، انتبه معي، إذا وضعت اللحم في الإناء للطبخ، أخذت اللحم ما زال فيه خطوط من الدم، وضعته في الإناء للطبخ، حتى ولو كان الماء فيه واللحم واردا على الماء فإنه معفو عنه. لكن إذا غسلت اللحم فلا بد من إزالة جميع أفصاف الدم، حينئذ إذا غسلت اللحم لا يعفى عن شيء من الدم، لا بد أن تزيل كل شيء، واضح؟ فإذا قمت بغسل اللحم لا بد أن تزيل جميع الدم الذي يكون عليه، تمام؟ قال لكم هنا ودم حتى ما بقي على نحو عظم لكنه معفو عنه. نقول قال هنا على نحو عظم أو على نحو لحم، لحم أو عظم، تمام؟ ثم قال واستثنوا منه، استثنوا منه ماذا؟ استثنوا منه، منه يعود الضمير على ماذا؟ أي واستثنوا من الدم، استثنوا بعض الدماء فقالوا لك إن هذه الدماء تعتبر طاهرة. ما هي هذه الدماء الطاهرة؟ ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى من الدماء الطاهرة سبعة دماء، ذكر سبعة دماء طاهرة، أولها الكبد، ثانيها الطحال، قال واستثنوا منه الكبد والطحال للحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر الكبد والطحال. قال والمسك،
تعرفون المسك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسك أطيب الطيب. تقول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيح: كان يرى المسك وبيص المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم. المسك ما هو؟ المسك دم الغزال، بعض دم الغزال. الغزال تنشأ لها غدة عند سرتها، كيس صغير هكذا، واضح؟ عند سرتها هذا الكيس يجتمع فيه الدم من جسم الغزال، ينتفخ 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 حتى يكون بحجم اليد، يعني أصغر من هذا قليلا، أصغر من هذا قليلا. ثم إذا وصل إلى هذا المستوى تبدأ الغزال تحكه بشجرة أو نحوها فيسقط، فيأتي الناس ويأخذونه ويكون المسك. هذا المسك بارك الله فيكم، انتبه معي، عبارة عن غدة هكذا بهذا الشكل داخلها الدم، واضح؟ هذه الغدة تسمى فأرة المسك، فأرة، وهذا الذي في الداخل يسمى مسك، واضح؟ هذا المسك الآن دم أو لا؟ دم. يقول المتنبي، تعرفون الشاعر العربي المشهور المتنبي، قال يخاطب ممدوحه، قال: فإن تفق الأنام، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول يمدح شخصا، يمدح ملكا، يقول له: إذا كنت أنت تفوق الناس وأنت من الناس هذا لا بأس. يعني قد يكون إنسان مثل إنسان، عنده يد ورجل وسمع وبصر وكذا، مثل المسك. المسك هو مثل بقية الدم عند الغزال، لكن ما الفرق؟ أن هذا مسك رائحته جميلة، أما بقية دم الغزال يعني رائحته ليست، واضح أو لا؟ قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، نقول المسك هل هو طاهر أو نجس؟ أو فيه تفصيل؟ المسك فيه تفصيل. إذا أخذ المسك حال حياة الغزال، طبعا هو الحيوان الغزال، إذا أخذ حال حياتها، يعني الغزال نشأت فيها هذه الغدة ثم حكتها بشجرة فسقطت، فأخذت حال الحياة، أو أخذ المسك بعد التذكية، يعني بعد الذبح، أخذ المسك بعد الذبح، ذبحت الغزال، ذكيت الغزال، ثم أخذت الغدة من جسدها، واضح؟ إذا أخذ المسك حال حياة الغزال أو أخذ المسك بعد التذكية فهو طاهر، واضح أو لا؟ طيب نفترض أننا وجدنا غزالا ميتا فيه الغدة فأخذت بعد الموت، واضح؟ أخذت الغدة الفأرة التي فيها المسك بعد موت الغزال، هذه الحالة الثانية. إذا أخذ المسك بعد موت الغزال هل يكون طاهرا أو لا؟ قال لك الفقهاء: إذا كان المسك جامدا في الداخل، في داخل الفأرة جامدا، قد انعقد، قد تجسد، فإنه طاهر. أما إذا لم يكن انعقد وتجسد فإنه نجس. إذن في حالتين: إذا انعقد فهو طاهر، وإن لم ينعقد فهو نجس. إذن نحن نقول إن الدم نجس، لكن نستثني ماذا؟ نستثني المسك، فالمسك طاهر. هل هو طاهر في كل الأحوال؟ لا، طاهر إذا أخذ في حال الحياة أو أخذ بعد التذكية أو أخذ بعد الموت وكان قد انعقد
في فأرته، قد تجسد أي صار يعني كالصلب، واضح؟ يعني قوي في فأرته، هنا يكون طاهرا. أما إذا أخذ بعد الموت ولم يكن قد انعقد، قد تجسد، فإن هذا يكون ماذا؟ يكون نجسا. فهمنا هذا هنا؟ واضح؟ هذا هو معتمد فقهاء الشافعية، خاصة معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله. انظر ماذا قال. قال: والمسك، أي والمسك مستثنى من الدم، هذا تقدير الكلام، أي واستثنوا الكبد، واستثنوا الطحال، واستثنوا المسك. ولو، كلمة ولو هذه بارك الله فيكم كما قلت لك إشارة إلى الخلاف، ولو من ميت إن انعقد، ولو أخذ، تقدير الكلام، ولو أخذ المسك من ميت بشرط إن انعقد. ما معنى انعقد؟ يعني تجسد، إن انعقد، واضح؟ قال: ولو قلت لك إشارة إلى الخلاف، واضح؟ فرأي آخر في المذهب اعتمده العلامة الرملي يقول: إذا أخذ بعد موت الغزال فإنه نجس مطلقا، هنا وهنا، هذا ما اعتمده الرملي، لكن ابن حجر يقول في هذه الحالة ماذا؟ طاهر. فهمنا؟ ثم قال هذا الاستثناء الكم الآن؟ قال: والدم نجس، واستثنوا منه، استثنوا الكبد، استثنوا الطحال، استثنوا المسك، هذه ثلاثة أشياء. قال: واستثنوا العلقة، العلقة، العلقة قطعة دم أصلها المني، استحال المني فكون علقة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالمني طاهر، استحال إلى علقة، العلقة قطعة دم طاهرة. فهمنا؟ ثم قال: والمضغة، أي واستثنوا المضغة، فالمضغة قطعة لحم كانت علقة، كانت دما، فصارت قطعة لحم، أيضا هذه طاهرة، واضح؟ مع أن أصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ أصلها من الدم، لكنها طاهرة. إذن الكبد طاهر، الطحال طاهر، المسك طاهر، العلقة طاهرة، والمضغة طاهرة، مع أن هذه الأشياء ما أصلها؟ أصلها الدم، لكنها تستثنى منه، الدم نجس إلا هذه الأشياء. قال: ولبن، ولبنا، أي واستثنوا لبنا خرج بلون الدم، لو خرج اللبن بلون الدم فإنه طاهر، هذا أيضا مستثنى. ومثل اللبن المني، لو خرج المني بلون الدم فأيضا هو طاهر، واضح؟ قال: ودم بيضة لم تفسد، أحيانا البيضة يكون فيها دم، خيوط دم، فإذا كانت هذه البيضة لم تفسد، ما معنى لم تفسد؟ بحيث أنها يمكن أن تفرخ، واضح؟ لم تفسد، فهذا الدم الذي فيها طاهر، واضح؟ إذن ما القاعدة في هذا؟ القاعدة في هذا أن الدم نجس إلا هذه الأشياء السبعة: الكبد، الطحال، المسك، العلقة، المضغة، اللبن إن خرج على صورة الدم، ودم بيضة لم تفسد. أما إذا فسدت البيضة صارت مذرة فإن الدم دمها نجس. طبعا نزيد الأمر الثامن: المني إن خرج بصورة الدم فهو أيضا طاهر. فهمنا هذا؟ طيب. ثم قال: طبعا دم السمك، ما رأيكم، دم السمك طاهر أو نجس؟ استثنى دم السمك أو لا؟ ما استثنى دم السمك، هذا يدل على أنه طاهر أو نجس؟ ها؟ نجس. في المذهب دم السمك نجس، واختار بعض الشافعية كالعلامة جمال الدين الريمي من فقهاء الشافعية في اليمن، اختار أن دم السمك طاهر، قال: لأن ميتة السمك طاهرة، فلما كانت ميتته طاهرة دمه أيضا يكون
يكون طاهرا. هذا في الحقيقة رأي وجيه واضح، لكن معتمد المذهب أن دم السمك نجس لم يستثنى. طيب، قال هنا النجاسة السادسة، قال وقيح، لأنه دم مستحيل. القيح الذي يخرج من الجرح دم مستحيل، يعني دم تحول إلى شيء غليظ، سائل غليظ يكون فيه صفرة، صفرة مع حمرة، لون دم مع أصفر، هذا قيح يخرج من الجراحة. قال لأنه دم مستحيل. وصديد، وهو ماء رقيق يخالطه دم. وكذا ماء جرح وجدري ونفط إن تغير. أحيانا يكون عند الإنسان نفط، نفط عبارة عن شيء مثل الغشاء هكذا، إذا تثقب بالإبرة يخرج منه الماء، هذا الماء الذي يخرج يسمى هذا الشيء هكذا يكون يسمى نفط، تمام؟ هذا الماء الذي يخرج من النفط نجس أو طاهر؟ يقول لك إن تغير، تغيرت رائحته مثلا، واضح، هذا نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر. قال هنا وكذا ماء جرح وجدري ونفط إن تغير، وإلا فماؤها أي هذه الأشياء الثلاثة طاهر. السابع من النجاسات وقيء معدة. وقيء معدة، ما معنى وقيء معدة؟ مضاف ومضاف إليه، الإضافة هنا بمعنى من، وقيء من معدة، أي إذا كان القيء من المعدة فإنه نجس. مفهومه إذا كان القيء من غير المعدة فإنه ماذا؟ طاهر. إذا كان القيء يخرج من المعدة من مستقر الطعام فإنه نجس، إذا كان يخرج من غير المعدة فإنه طاهر. بعض الناس ربما إذا أكل شيئا يصاب بشرغ أو ما شابه ذلك، الطعام لم يصل بعد إلى المعدة، ما زال الطعام هنا فيخرجه، هذا خرج قبل وصوله إلى المعدة، ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ طاهر. أما إذا خرج من المعدة فإنه نجس. هذا التفصيل واضح؟ هذا التفصيل هو المعتمد عند العلامة ابن حجر. قال هنا وقيء معدة وإن لم يتغير، حتى إن خرج من المعدة بدون تغير نجس، المهم من المعدة، ما خرج من المعدة نجس. قال وقيء معدة وإن لم يتغير، وهو الراجع بعد الوصول للمعدة ولو ماء، حتى لو خرج الماء من المعدة بعد أن وصل المعدة خرج الماء فإنه نجس، لكن إذا خرج قبل وصوله إلى المعدة فليس نجسا بل طاهر. ولذلك قال أما الراجع قبل الوصول إليها يقينا، يعني يقينا أنه لم يصل إلى المعدة، واضح، أو احتمالا، يعني أنت في شك هل وصل إلى المعدة أو لم يصل، فلا يكون نجسا ولا متنجسا خلافا للقفال، واضح. إذن التفصيل كالآتي، ما رجع بعد وصوله إلى المعدة فإنه نجس، ما رجع قبل وصوله إلى المعدة يقينا أو احتمالا فإنه ليس نجسا ولا متنجسا، ليس نجسا ولا متنجسا. نعم. ثم ذكر لك مسألة تتعلق بالقيء، وهذه عادته يذكر لك مثل ما ذكر الروث، ثم ذكر لك خمس مسائل تتعلق بالروث، الآن ذكر لك القيء، سيذكر لك مسألة تتعلق بالقيء. قال وأفتى شيخنا، من شيخه؟ العلامة ابن حجر رحمه الله. قال وأفتى شيخنا أن الصبية، هذه مسألة تحتاج إليها الأم المرضعة. قال وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القيء عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه، واضح؟ غالباً الأطفال الصغار يتقيؤون كثيراً، واضح؟ ويشق على الأم
أنها تغسل موضع الرضاعة في كل مرة. فقال إن الصبي الذي يرضع من أمه إذا كان مبتلا بكثرة التقيؤ فإنه يعفى عن محل الرضاعة. واضح للمشقة. قال وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي بتتابع القي عفي عن ثدي أمه الداخل في فيه. لكن انتبه، هذا العفو في هذه القضية فقط في ثدي الأم، أما لو قبلت الطفل في فمه واضح فأصابك شيء من القيء الذي فيه فهذا لا يعفى عنه، يجب أن تغسل مكان التقبيل. وإذا لمست فم الصبي فأصابك شيء من لعابه الذي فيه قيء فلا يعفى عنه، يجب أن تغسل موضع اللمس الذي لمسته به. ولذلك انظر ماذا قال: لا عن مقبله واضح، أي المكان الذي قبل فيه، ولا عن مماسه أي المكان الذي مس فيه. فلو لمسته بيدك فأصاب يدك شيء من لعابه وفيه قي فلا بد من غسلها. طيب هنا مقبأ هكذا مبني المفعول، أظن عندكم هنا كسر الباء، مقبله، لا ليس مقبله، مقبله أي المكان الذي قبل به. واضح هذا المقصود، يعني أنت قبلته بفمك لا يعفى عن فمك. واضح هذا المقصود، يعني لمسته بيدك في فمه وفي فمه قيء مختلط بلعابه لا يعفى عما لمسته به وهو اليد، هذا المقصود. تمام. ثم قال وكمرة. تعرفون المرة أو لا؟ المرة عندما نذبح الذبيحة في الأضاحي شيء يكون عند المعدة لونه أخضر، كيس يكون فيه مادة سائلة خضراء، عرفتم ماذا تسمى؟ نحن نسميها باللغة العربية المرارة. عندما نذبح في الأضحية هنا، إذا هذا الكيس، إذا كيس هكذا يكون بجانب المعدة، إذا خرج السائل منه وانتشر في الأضحية يفسدها. واضح؟ ما اسمه بلغتكم؟ ماذا؟ عرفتم؟ خلاص لو تقول الاسم بصوت عالي حتى يسمع الآخرون. هكذا فهمنا أو لا؟ هذه المرة يقولون إنها نجسة. واضح؟ هذه نجسة. قال وكمرة، فالمرة نجسة تسمى عندنا المرارة. تمام. والمقصود السائل الذي فيها نجس، السائل الذي فيها نجس، أما الكيس فإذا غسل فإنه طاهر، لكن السائل الذي فيها نجس. قال وكمرة ولبن غير مأكول إلا الآدمي. اللبن، وهنا نحتاج أن نكتب هذه القاعدة، نقول اللبن، هذه قواعد مهمة هنا سنذكرها، اللبن من غير المأكول نجس ومن المأكول طاهر. اللبن من غير المأكول نجس إلا الآدمية، طبعا إلا الآدمي، إلا الآدمي ذكرا أو أنثى. حتى الذكر لو خرج منه لبن مثلا طاهر. واضح أو لا؟ إلا الآدمي. ومن المأكول لبن المأكول طاهر، للقرآن للآية: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذن في اللبن، لاحظ معي، في اللبن فرقوا بين المأكول وغير المأكول. في اللبن، في الروث والبول قالوا كله نجس. سيأتي معنا في المني، في المني والبيض قالوا كله طاهر حتى من غير المأكول. واضح؟ في الروث والبول قالوا كله نجس،
في المني والبيض قالوا كله طاهر إلا مني الكلب الخنزير، واضح؟ لكن في اللبن قالوا إذا كان مأكول اللحم فلبنه طاهر، إذا كان غير مأكول اللحم فلبنه نجس إلا الآدمي، واضح؟ قلت لك الآدمي ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، حيا أو ميتا. نعم. قال هنا قال وكمرة، فالمرة نجسة، ولبن غير مأكول إلا الآدمي. قال وجرة، وجرة نحو بعير. تعرفون الجرة؟ تعرفون الجمل؟ البعير يعني الجمل. الجمل من خصائصه أنه يستطيع بعد أن يأكل الطعام، يكون الطعام في المعدة، يستطيع أن يخرج الطعام مرة أخرى ويعيد أكله. تعرفون هذا أو لا؟ ها؟ هذا موجود، أنا رأيت هذا كثيرا في بلادنا، الجمال كثيرة. أنا أعيش في مأرب 5 سنوات، مأرب هذه كلها جمال، واضح؟ فالجمل يدخل الطعام في معدته، بعد وقت يستطيع أن يخرج الطعام مرة أخرى إلى فمه، يعيد أكله ثانية، واضح؟ هذا الطعام يخرجه من المعدة، إذن نجس. ما دام أنه يخرج من المعدة فهذا نجس، يسمى جرة، جرة البعير. قال وجرة نحو بعير، بل هذا قد يكون في غير البعير، يمكن حتى يكون في حيوانات أخرى، لكن في البعير يكون واضحا. قال وجرة نحو بعير. قال أما المني فطاهر خلافا لمالك. المني طاهر، انظر هذا تفصيل مهم، قلت لك الروث والبول نجس من جميع الحيوانات، اللبن طاهر من مأكول اللحم، نجس من غير المأكول إلا الآدمي، المني والبيض أصل، شوف المني أصل لحيوان، البيض أصل لحيوان، المني والبيض طاهر من جميع الحيوانات، طاهر، هل يجوز أكله أو لا؟ نعم يجوز أكله من جميع الحيوانات إلا إذا علم ضرره، إلا إذا علم ضرره فلا يجوز أكله. قال أما المني فطاهر خلافا لمالك، خلافا لمالك. مالك ماذا يقول مالك؟ انظر إلى سبحان الله كيف المذاهب الفقهية، يعني الإمام مالك رحمه الله يقول إن روث المأكول وبول المأكول طاهر، واضح؟ يقول إن روث البقر وبول البقر وروث الغنم وبول الغنم وروث الإبل وبول الإبل وروث الدجاج طاهر، لكن منيها نجس، واضح؟ منيها الذي هو أصلها يقول نجس، لكن أرواثها أبوالها يقول طاهرة. الشافعية قالوا لا، المني طاهر، لماذا؟ قال لأنه أصل الحيوان، فإذا كان الحيوان طاهر فمنيه طاهر، الأبوال والأرواث قالوا نجسة حتى ولو كان مأكول اللحم، فهمنا؟ فأنا أتعجب كيف المالكية يقولون إن الأبوال والأرواث لمأكول اللحم طاهرة، مع أنهم يحكمون على المني بأنه نجس. المني بارك الله فيكم اختلف فيه الفقهاء على 3 أقوال، الفقهاء في المني على 3 أقوال، أوسعهم قول الشافعية، الشافعية قالوا المني طاهر من جميع الحيوانات، من كل الحيوانات طاهر إلا 2، الكلب والخنزير، هذه قاعدة عند الشافعية، واضح؟ الحنابلة قالوا مني الآدمي طاهر فقط، مني الآدمي، ومني غيره نجس حتى لو كان مأكول اللحم، فعندهم مني الإبل، مني البقر، مني الغنم نجس حتى ولو كان مأكول اللحم، هذا رأي الحنابلة، تمام؟ الرأي الثالث رأي المالكية والحنفية، ماذا قال الحنفية والمالكية؟ قالوا إن المني
نجس من جميع الحيوانات، من الإنسان ومن بقية الحيوانات كله نجس، لكن المالكية قالوا نجس يجب غسله، لا يكفي إذا كان يابسا، لا يكفي الحك، لا يكفي الحك، واضح؟ هذا رأي المالكية، قالوا لا بد من الغسل. الحنفية قالوا إذا كان يابسا يكفي الحك، إذا كان رطبا يغسل، واضح؟ وإلا فهم أي المالكية والحنفية يقولون إن المنية ماذا؟ إن المنية نجس. الشافعية قالوا المني طاهر من كل الحيوانات إلا الكلب والخنزير. الحنابلة قالوا إذا كان من الآدمي طاهر، إذا كان من غير الآدمي نجس. فهمنا؟ طيب انظر ماذا قال. قال أما المني فطاهر، إلا فطاهر خلافا لمالك. طيب ما دليل الشافعية أنه طاهر؟ دليلهم حديث أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أحك المنية، أحك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيه. قالوا لو كان نجسا لا يكفي الحك، بل يجب ماذا؟ يجب الغسل. فدل هذا على أنه ليس نجس، هذا أولا. ثانيا قالوا ولأن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الإنسان طهارة أصله، طهارة أصله. ثم قال وكذا بلغم غير معدة من رأس. قال لك المني طاهر، ها الآن سيذكر لك بعض الطاهرات التي ربما يكون فيها تفصيل. قال المني طاهر، واحد. اثنين وكذا أي وكالمني بلغم غير معدة. لو خرج البلغم، تعرفون البلغم هذا الذي أحيانا يكون هنا، واضح؟ هذا إذا خرج من الرأس، نزل من الرأس أو خرج من الصدر هذا طاهر، لكن إذا خرج من المعدة فهذا نجس. أي شيء يخرج من المعدة نجس، واضح؟ فلو خرج من الرأس أو من الصدر فهو طاهر، لكن لو خرج من المعدة فهذا نجس. قال وكذا بلغم غير معدة من رأس أو صدر. هذا الثاني. إذن المني واحد، الثاني البلغم الذي يخرج من غير المعدة، الثالث قال وماء سائل من فم نائم ولو نتنا أو أصفر، أي أنه طاهر. عندما ينام الإنسان يخرج أحيانا منه ماء من فمه، واضح أو لا؟ هذا الماء الذي يخرج طاهر أو نجس؟ نقول نفس الضابط، إذا تحققت أنه من المعدة فإنه نجس، إذا تحققت أنه من غير المعدة أو شككت أنه من المعدة أو لا فالأصل الطهارة. فهمنا؟ قال وماء سائل من فم نائم ولو نتنا، أي ولو كانت رائحته كريهة، أو أصفر، أو كان لونه أصفر، فهو طاهر ما لم يتحقق أنه من معدة، واضح؟ فإن تحقق أنه من معدة فما حكمه؟ فإنه نجس، صح؟ إذا تحققت أنه من المعدة فإنه نجس، إلا إذا كان الشخص مبتلى به. ما معنى مبتلى به؟ أي يكثر حصوله منه ويقل خلوه عنه. إذا كان الإنسان مبتلى بخروج هذا من المعدة فإننا حينئذ نقول يعفى عنه، لا نقول إنه طاهر، لا، هو نجس لكن يعفى عنه في حق من ابتلي به. قال إلا ممن ابتلي به فيعفى عنه وإن كثر. فهمنا؟ ثم قال هذه آخر مسألة، ربما إذا انتهى الوقت أو لا، لا عاد لا زال بقي. قال ورطوبة فرج، رطوبة الفرج ما معنى رطوبة الفرج؟ قال ورطوبة فرج أي قبل. تفهم منه أن رطوبة الدبر لها حكم آخر. معنى هذه الرطوبة شيء أو ماء يشبه العرق ويشبه المذي،
يشبه العرق ويشبه المذي يخرج من القبل عند النساء. واضح؟ شيء متردد بين كونه عرقا وبين كونه مذي يخرج من قبل النساء. هذه الرطوبة التي تخرج من قبل النساء هل هي طاهرة أو نجسة؟ هنا السؤال. قال: ورطوبة فرج أي قبل. قوله أي قبل تفهم منه أن الرطوبة إذا خرجت من الدبر فإنها نجسة، ليس فيها تفصيل. رطوبة الدبر نجسة، التفصيل في ماذا؟ في رطوبة القبل. هذا التفصيل كالآتي. أين أمسح؟ ممكن هناك. انظر، نقول رطوبة القبل هكذا فيها ثلاث حالات. إذا كانت هذه الرطوبة تخرج من ظاهره، أي من ظاهر القبل. ما معنى من ظاهر القبل؟ وهو ما يظهر عند الجلوس، أي ما يجب غسله عند الاستنجاء. هذه الحالة الأولى. إذا كانت الرطوبة تخرج من ظاهر القبل، أي مما يظهر عند جلوس المرأة، أي مما يجب غسله عند الاستنجاء، فهذه طاهرة، هذه الرطوبة الطاهرة. فهمنا؟ طيب، إذا كانت هذه الرطوبة تخرج من باطن القبل، ما معنى باطن القبل؟ وهو ما لا يصل إليه ذكر المجامع، ما لا يصل إليه ذكر المجامع فإنها نجسة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: إذا كانت هذه الرطوبة تخرج مما يصل إليه ذكر المجامع، يعني ليست من ظاهر القبل، أبعد قليلا، لكن يصل إليه ذكر المجامع. واضح؟ الرجل عند الجماع يصل ذكره إلى هناك، فهذه فيها خلاف. الأصح في المذهب أنها طاهرة، ومقابله أنها نجسة. فهمنا أو لا؟ واضح؟ هذه خلاصة، وهذه المسألة من المسائل التي تسأل النساء عنها كثيرا. تخرج مني رطوبة، تقول المرأة تخرج مني إفرازات، يسميها النساء إفرازات. أنا لا أدري هذه الإفرازات ما حكمها، طاهرة أو نجسة؟ نقول لها: من أين تخرج؟ إذا كانت تخرج من ظاهر الفرج فهذه طاهرة. ما معنى طاهرة؟ يعني لا يجب عليك غسل الثياب، لا يجب عليك مثلا غسل ما أصابك في بدنك منها. واضح؟ طاهرة. لكن إذا كانت تخرج من الباطن، وهو ما لا يصل إليه ذكر المجامع، فهذه نجسة. إذا كانت تخرج مما يصل إليه ذكر المجامع فهذه فيها خلاف. الأصح في المذهب أنها طاهرة. إذن عندك ثلاث حالات: حالتان طاهرة، حالة واحدة نجسة. انظر ماذا قال. قال: ورطوبة فرج أي قبل على الأصح، أي فإنها طاهرة، وهي ماء أبيض متردد بين العرق، بين المذي والعرق، يعني يشبه المذي ويشبه العرق. تمام. قال: يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا. هنا الذي يخرج مما يجب غسله، ما هو؟ ما حكمه؟
قال طاهر قطعا أي جزما، هذه الحالة الأولى، واضح؟ قال وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا، هذا ما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا. فهمنا أو لا؟ إذن التفصيل كما هو أمامك على السبورة. قال ككل خارج من الباطن، كل خارج من الباطن فإنه نجس. قال وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس ككل خارج من الباطن، أي ككل خارج من الباطن فإنه نجس. ثم قال وكالماء الخارج مع الولد، طبعا العبارة في التحفة بدون الواو، العبارة في التحفة هكذا ككل خارج من الباطن كالماء، هكذا بدون واو، واضح؟ قال ككل خارج من الباطن وكالماء الخارج مع الولد أو قبله. الماء الذي يخرج مع الولد عندما تلد المرأة يخرج ماء، هذا الماء الذي يخرج مع الولد أو يخرج قبل الولد هذا ماء نجس لأنه خارج من الباطن، واضح؟ فما كان خارجا من الباطن فإنه نجس. انظر ماذا قال، قال وكالماء الخارج من الباطن أو قبل عفوا وكالماء الخارج مع الولد أو قبله أي فإنه نجس. فهمنا أو لا؟ ثم قال ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد. ولا فرق بين انفصالها، انفصال ماذا؟ انفصال الرطوبة، الضمير يعود على الرطوبة. ولا فرق بين انفصال الرطوبة وعدم انفصالها على المعتمد، لأن هنالك رأي في المذهب يقول إن الرطوبة هذه إذا انفصلت نجسة، وإذا لم تنفصل طاهرة. رأي يقول هكذا، لا يفصل هذا التفصيل الذي ذكرته لكم، هذا التفصيل الذي ذكرته لكم هو المعتمد. الذي يقابل هذا التفصيل رأي آخر يقول له إن الرطوبة إذا انفصلت فهي نجسة، إذا لم تنفصل فهي طاهرة. ذكر لك هذا الرأي، ذكر لك هذا القول، فقال قال بعضهم الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال، فلو انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة. انظر، فلو انفصلت نجسة، طيب ولو لم تنفصل طاهرة، هذا رأي آخر لكن ليس هو المعتمد، المعتمد هذا، واضح؟ هذا هو المعتمد. قال هنا قال بعضهم الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال، فلو انفصلت ففي الكفاية. كفاية ماذا؟ كفاية، لا ليس كفاية الأخيار، هناك كفاية أخرى كبيرة عند الشافعية اسمها كفاية النبيه شرح التنبيه، تنبيه للشيخ أبي إسحاق. كفاية النبيه هذا لابن الرفعة أحد كبار فقهاء الشافعية، توفي في سنة 710، عاصره تقي الدين ابن تيمية. تقي الدين ابن تيمية لما جلس معه قال عنه رأيت رجلا يقطر من لحيته الفقه الشافعي، يقول عن هذا رأيت رجلا يقطر من لحيته الفقه الشافعي. يقال إن هذا الرجل أضاف للمذهب الشافعي ثلث الفروع، فرع فروعا كثيرة عن المذهب الشافعي. كفاية النبي شرح التنبيه هذا مطبوع في 20 مجلد، واضح؟ مطبوع، موجود عندي في البيت في اليمن، لكن ليس هنا، مطبوع في 20 مجلد، كتاب جميل جدا، واضح؟ له كتاب آخر أوسع من هذا الكتاب، يقال أنه ربما يطبع في 40 مجلد، اسمه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، حقق بعضه كرسائل جامعية في السعودية وفي مصر. هذا المطلب العالي يقال أنه
سيطبع في 40 مجلد، كثير واضح. لكن هذا الرجل متفرغ متخصص في الفقه الشافعي، واضح. قال هنا، قال وفي الكفاية لابن الرفعة عن الإمام. من الإمام؟ الشافعية إذا قالوا الإمام في كتب الفقه يقصدون إمام الحرمين. الشافعية إذا قالوا الإمام، انتبه هذه قاعدة، الشافعية إذا قالوا الإمام في كتب الفقه يقصدون من؟ إمام الحرمين. ما اسمه إمام الحرمين؟ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، توفي 478. صاحب الورقات، صاحب متن الورقات، هو نفسه هذا إمام الحرمين، أبوه الجويني الذي مر معنا في بداية الدرس. قال وعن الجويني في بداية الدرس، أبوه الجويني من؟ عبد الله بن يوسف. الابن من؟ عبد الملك. واضح أو لا؟ هذا صاحب الورقات وصاحب نهاية المذهب، المطلب في دراية المذهب، نهاية المطلب هذا الذي شرح فيه مختصر المزني في 20 مجلد مطبوع موجود في الانترنت، ممكن أن تراه، تمام. لكن لا تراه، اقرأ اقرأ، لا تراه، ما فائدة أنك ترى الكتاب فقط، تمام. هذا في كتب الفقه. إذا قال الشافعية قال الإمام في كتب الفقه يقصدون من؟ هذا، لا يقصدون الإمام الشافعي. إذا يذكرون الإمام الشافعي يقولون نص عليه منصوصه، ها هكذا عبارتهم، هكذا يقصدون الشافعي. لكن إذا قال الشافعية قال الإمام يقصدون هذا، ليس الشافعي، انتبه. لكن في كتب أصول الفقه، في أصول الفقه إذا قال الشافعية قال الإمام، من يقصدون؟ ها يقصدون فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606 هجرية. في كتب الأصول وقال الإمام يقصدون الرازي، فخر الدين الرازي، واضح، المتوفى سنة 606 من الهجرة. هنا يقول لك ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة. ثم قال الآن، هذا تفريع، الآن فهمنا أن رطوبة القبل لها كم حالات؟ 3 حالات. طيب يسأل سائل يقول مثلا حصل أنني جامعت زوجتي بعد الجماع، هل يجب غسل الذكر لأن فيه رطوبة أو لا يجب؟ واضح. وإذا أدخلت الذكر ثم أخرجته هل يجب غسله أو لا يجب؟ واضح. انظر ماذا قال، هذا تفريع على المسألة. قال ولا يجب غسل ذكر المجامع، أي يعفى، ليس لأن، واضح، يعني حتى على القول إذا قلنا أن الرطوبة التي يصل إليها ذكر المجامع طاهرة، هذا واضح لا يجب غسله لأنها طاهرة. وإذا قلنا إنها نجسة على الرأي الآخر فلا يجب أيضا غسله. لماذا؟ لأنه يعفى عنه. واضح وغير واضح؟ قال ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض، يعني والبيض إن خرج البيض وفي قشرته رطوبة فلا يجب غسله، واضح. والولد، أي وكذلك لو خرج الولد من فرج أمه وفيه رطوبة فلا يجب، لا يجب غسله. قال ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد. وأفتى شيخنا، وهذه آخر مسألة، وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور المبتلى بها. الباسور قد مر معنا أنه ورم يتدلى من الدبر، هذا الباسور قد توجد رطوبة إما من دم أو نحوه بسبب رطوبة في المكان، هذه الرطوبة معفو عنها في حق المبتلى بالباسور. واضح؟ نكتفي بهذا القدر حتى لا نشق عليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.